بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفه تقليديه اخرى. هي العيش معروف يعني، وكل واحد كيفاه يحضره من منطقه الى اخرى. ان شاء الله نبداو في الطريقه تاعنا. طريقتي انا هكا، نديروا شويه زيت على حساب واش عندك. حطوا الزيت، حطينا الزيت، سخنوه، نحطوا ملعقتين تاع الطماطم. احنا العيش تاعنا في منطقتنا يجي احمر، حاجه حمراء حمراء، حاجه بيضاء بيضاء عندنا احنا. ما نديروش هذيك اللي تجي هكا وردي، تما باين العيش هذا يشتي الحرور. غير هذاك اللي تاع الحليب والفول والاخر يجي بال شو اسمه بالح، ما يكثروش فيه طماطم، بصح هذا يجي حمر يعني معروف. عيش هذا عيشي انا، ما هوش يعني ميا بالبيا بسكري، ماش كل واحد كيفاه يحضروا. نخلي الطماطم هذه نحيلها الحموضيه تاعها والتصبير هذيك الريحه اللي تجي فيها، ونكملوا ان شاء الله. حطيت حوالي ملعقه ونصف، اللي ما تحلش ما تكثرش. شوفوا الطماطم تاعنا بدات تغلي، ها هي تشموا الريحه تاع التصبير تخرج منها. الطريقه هذه مليحه تستعملوها، راح تجيكم ماكله تاعكم بنينه وهي حلوه مليحه. ها هي ها هي راح نزيد لها، نخليها تقلى، ديروا لها شويه سكر هكا. راح نحط طماطم مرحيه تاع الكعب، كل وحده على حساب برمتها، دير واحد كعبه كبيره ولا المهم كيما تحبوا. يعني الطبخ ما فيش مقادير كيما الحلويات. نقلي الطماطم مع هذه شويه. بعد ما قلينا شويه الطماطم نزيدوا البصل، بصله مرحيه، ها هي نزيدوا الثوم. يعني حوايج هذه تقليديه ماهمش يعني تقليه، فقط هذيك مرحله تاع الطماطم. ها هي نخليوها يطيب شوي. عندنا هنايا راح نديرو بالقديد. احنا العيش يعني في منطقتنا ما نديروش باللحم، كل واحد كيفاه، كل وحده كيفاه يعني تديرو. احنا نديروه بالقديد ولا عادي برك بالفول والحمص ويجي بنين، يعني ما كان له نخسرو فيه اللحوم. اللحوم خليها الوصفات اخرى. عويدات تاع القديد هكا، غسلتهم من الملح. تحبوا تحطوهم في الماء سخون ثاني يترنخوا ويروح لهم هذاك الملح والريحه ولا حاجه كش ما فيهم. ها هي يعني مليح، هذا جديد. هذا عندنا هنايا توابل، عندي ملح، راس الحانوت، فلفل احمر وتخلط لي هنا مع الحار والحلو، بابريكا والاخر كزبره. وكاين اللي ما يحطش في المنطقه تاعنا خلاص، حنا الطبق التقليدي هذه فلفل اسود. انا نحبه نحط شويه فلفل اسود يعطي نكهه رائعه، واللي ما تحبش تحط ما تحطش. كذلك البصل، حنا في منطقتنا بزاف ما يحطوش البصل، انا نشتي نحط فيه، يجيني بالبصل خير. يعني كل وحده كيفاه تحب، انا هذه هي نحط فيه شويه بصل. اللي ما تحبش تحط ما تحطش، باش ما تقولوليش حنا نديرو ما نديروش البصل، ولا كل وحده حره في برمتها يعطي بنا. يعني درك انا نخلي هذا يتقلى، والزيت درنا، التوابل درنا، كل شيء، ثوم راح نخليه شويه يتقلى ومن بعد نكملو. ها التقليه قلينا الاخرى تاعنا. شوفوا انا دركا راح نحط هذه الاطباق التقليديه، الميزه تاعها انها بسيطه ولذيذه وما تكلفش، سهله التحضير. شوفوا ندير الماء، نمرق ماء سخون، ها هي، ونحط الحميصه تاعي اللي شمختها، ونحط الجزر. انا نشتي ندير فيه الخضر، كان يديروا غير حمص، وفي منطقتنا حمص وفول برك جاف يابس. انا نشتي ندير فيه الخضر باه يجي توازن غذائي بين الخضر والعجين. دركا خلي شويه طيب، خاطر الجزر يحكم شويه اليد طياب، هو والحمص ماهوش طايب. خليهم يغليو شويه ومن بعد نلحق الخضره الاخرى والعيش، العيش الاخر عفوا. هذه هي هاو العيش، انا فتلت بيدي. كاين اللي يديروا خشين، انا نحبو هكا خاطر من بعد يزيد يكبر ويولي خشين على هكا. وعندنا في منطقتنا يديروا عيش الصالحين، تجي كعبه خشينه هذيك يعني في يدك. كي تفتلي ديري الملح، الماء ترشي بالماء، تزيدي السميد، راح تخشى لك الحبه تاعك تاع العيش. انا شتي كيما هاك معي تنفخ يجي مليح، ودرت ما يبستوش، درت له الزيت وفورته كي فتلته، غربلته الساعة من دقيق هذاك وفورته بالزيت شويه،
ودرته في اكياس ولحتو في المجمد ها باش يجيكم طري كي تحطوه يطيب، ما كان له تزيدوا تفور وفاير ديجا طايب ساهل خلاص. الطريقه هذه احسن يعني جاتني هذه هي. هاي الجزر تاعنا زيرت عليه شويه بالكوكوطه. حابه نقول لكم برك الاخوات اللي بالك في البلدان الاخرى ما عرفوش واش الخليع، هو لحم مقدد مجفف تعرفوه يعني الاخ المغاربه يعرفوه بلايص خليع، وكان بلايص كيما في حتى هو في الغرب يقولوا له البسطيرما ولا ما عرف كيف يسموه. المهم او كان يعني معروف كل واحد فيه حضره في الدول. دروكا حطوا الفول تاعنا بجاف كميه من الفول يابس اغسلوه، ونحطوا الخضروات تاعنا الاخرى، نحطوا بطاطيس انا نشتي البطاطا فيه، نشتي انا البطاطا نحبها نهزها وناكل، وجريوات قرعه كعبه ولا كل وحده كيفاه تحب، وكعبه لفت هذه هي. وخليوها تطيب، نزيدوا لها شويه ماء وخليوهم يطيبوا خاطر الفول ما بغيتش نحطو من الاول باه ما يذوبش يحكم لي شويه الشكل. وهذو لي بلاحنا ولادي يحبوهم حمر معجنات، كان الحاجه البيضة يحبوها بيضة، وسرت ولدي الصغير يحب الحموره والكبي والبيضة بيضة والحمراء حمراء، تعرفوا العجائن يحبوا الحموره يعني يجيو بنان. واللي ما تحبش ما تحطش، كل وحده حره كيما ديما نقول لكم. انا نحب الحاجه تجي بنينه حاره سرتو في الشتاء. هذه هي درك نحطوها طيب، ومن بعد نزيدو نرميو العيش. هذه هي يعني ما بقاتش بزاف مراحل، سهل. راح نقول لكم برك باللي الماني مرقت بالماء سخون باه ما طيب لكم ليه ليه الخضره تاعكم. حابه صحح معلومه تاع كي قلت لكم على الشعير في الشيشه مرمز فيه المغنيسيوم فيه المنغنيز، باش نقول لكم على الزربه منغنيز قلت لكم مغنيسيوم، وهو غني بالالياف يعني صحي مرضى القلب الكلى كل شيء يعني. طلعوا عليه تلقاوه عليها ناس بكريم تلقاهم صحيين يعني خير منا. ها بعد ما طابت شويه الخضره تاعنا وطاب شويه الفول ما نحكي لكمش الريحه كيفاه. هاو العيش تحطوا على حساب الكميه تاعكم، حنا ما نكثروش بزاف، كاين اللي عادوا يديروه كاين اللي مجمر هكا الشخشوخه. شوفوا هاهي دركا هكا ما تعرفوا عادي يعني كل دوك نخليه هكا حتى يطيب ونرجعوا ان شاء الله تشوفوه في طبق تقديم. نحطوا الفليفله هاهي فلفل ما تحلوهش اللي عنده صغير، وراح نحط واحد تاع الاخر مرقد هاهو اللي ما عرفش طرشي فلفل مرقد في مخلل يعني. ها يعطيكم بنه روعه كيما درناه في الشيشه بحموضه تاعو هذيك. ها هي دوكا نغطي عليها وخليه يطيب العيش تاعنا عادي تعرفوا يعني كل كنا عفوكم حراير. هاي هذه هي حتى يطيب ونشوفوه ان شاء الله في طبق التقديم باش ما نبطاوش. ها العيش تاعنا وطاب ها هو شوفوا شوفوا ها الله يبارك ها قلت لكم ها هو طيب ها فول كلش خضره. دوكا راح نرميلو شويه تاع كزبر برك باش يعطيه البنه ونطفيه وتشوفوه ان شاء الله في طبق التقديم. هذه هي كان لي يزيد يرميلو الحليب انا حبته هكا. العيش تاعنا رائع حار بنين مع الشتا هذه، قال كل عيش باش تعيش. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا. شوفوا ها هو طاب الحمد لله ها هو كيما نقولوا كيما المرقه كيما هكا نحبو انا ها هو شوفوا ها هاهي ما شتيش يخشم بزاف، ومع يزيد يقعد في المرق راح يزيد حجمه. هذه وكان عندنا واحد نسموه عيش الصالحين في منطقتنا في بسكره يقولوا له عيش الصالحين يخشنوه. هذه كتبقى تزيد السميد بتربخي بالماء زيد السميد حتى تكبر لك الحبه ويجي حار. وكان يدير فيه بوف جوخ ثاني انا ما عنديش. هذه هي ان شاء الله يعجبكم الطبق وتجربوه بطريقتي، وها هو بالقديد يجي بنين. وتقدروا ديروه بلا هذا يعني بالفول برك والحمص والتفاتف هذو الخضر، وكان اللي يزيد يفرغ له انا امي دير له الحليب على الاخر كيعود هكاك برك ما تقدروا تزيدوا ديروا على هكا. وانا شتيته حار دركا هكا وحامض اعطيته لكم بطريقتي، وان شاء الله تعجبكم الطريقه. تحطوا له شويه كزبر اللي ما بغاش ما يحطش، هذه هي مع الحرور والطرشي. ان شاء الله تبقوا الوصفه، بقوا على خير شهيه طيبه.